بسم الله الرحمن الرحيم. نتكلم في هذا الجزئية من الشابتر عن absorption of heat، امتصاص الحرارة. absorption امتصاص، والheat حرارة. أول شيء نأخذ تعريف الheat. الheat هي أول شيء رمز الheat عندنا من الانفصال، رمز له بالرمز Q capital، وتعنى باللغة العربية معناتها الحرارة أو كمية الحرارة. تعريفها هي energy transferred between a system and its environment. يقول لك هي الطاقة، تمام، التي تنتقل بين النظام والبيئة حوله. because of a temperature difference، بسبب اختلاف درجات الحرارة الموجودة بين النظام والبيئة. هذا تعريف الهيت. إذا الهيت كمية الحرارة رمزها كيو، هي طاقة تنتقل بين النظام والبيئة بسبب اختلاف درجات الحرارة بين هذين الشيئين، بين البيئة والنظام. طيب النقطة الثانية في هذا السلايد، يونتس اوف هيت، وحدات قياس كمية الحرارة. عندنا وحدة رئيسية اتفق عليه هي الجول. في السابق علماء قالوا بأنه بسبب أن الحرارة كانت أو كمية الحرارة تنتقل، الطاقة تنتقل، كانوا يقيسوا الهيت عن طريق ارتفاع درجة حرارة الماء. هذه معلومات فقط. بعدين راحوا إيش أوجدوا مسمى لوحدة قياس كمية الحرارة، سموها الكالوري، رمزها CAL. ويتعرف الكالوري بما أنه الكالوري معناتها السعرة الحرارية، الكالوري باللغة العربية السعرة الحرارية. وأتوقع الكل يعرف السعرة الحرارية. الآن السعرات الحرارية تلقى أي منتج مكتوب عليه السعرة الحرارية 200-300 وما إلى ذلك، ورمزها CAL تعرف بأنها كمية الحرارة، amount of heat، كمية الحرارة اللازمة that would rise the temperature، لرفع درجة حرارة 1 جرام من الماء من 14.5 درجة سيلزية إلى 15.5 درجة سيلزية. أما في النظام البريطاني، هذه فقط معلومات. كمية الحرارة اللازمة رفع 1 باوند من درجة الحرارة تبع الماء من 63 فرنهايت إلى 64 فرنهايت. إذا في تعريفين، تعريف بالسيلزي وتعريف للفهرنهايت. النظام البريطاني اي بي اللي هو باوند. طيب في عام 1948 العلماء قرروا انه ايش يوجدوا ايش شيء رفرنس او معيار خلاص اتفقوا عليه، وهو ان كميه الحراره اللازمه لرفع درجه حراره جرام واحد من الماء يسمى جول، وهي وحده قياس الكمية الحرارة، كمية الحرارة الرئيسية. إذا ملخص الكلام عندنا هنا إنه الهيت رمزها كيو، وهي كمية الحرارة. تعريفها هي كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة 1 جرام من الماء، تمام، 1 جرام من الماء درجة سيلزية واحدة، أو من 14.5 سيلزي إلى 15.5 سيلزي. أما في النظام البريطاني اللي هو اختصاره British TU، أرفع درجة حرارة من 63 إلى كما مذكور عندكم إلى 64 درجة حرارة واحدة. ثم لاحظوا من 14.5 درجة حرارة واحدة من 63 إلى 64 درجة حرارة واحدة. وفي النهاية قالوا الوحدة الرئيسية اللي هي الجول، وحدة قياس الطاقة الحرارة وكمية الحرارة، اختصارها جي كابيتال. اللي بعده السعرة الحرارية، تعرف بأنها 4.1868 جول. يعني لو جاك اختيارات فقط، السعرة الحرارية رمزها واسمها كالوري، وهي تساوي، تعرف بأنها 4.6
19 جول بالضبط، وما في ريفرنس لهذا الشيء، يعني ما اعتمدوا على ايش حرارة او كم حرارة الماء. خلص هذا في السابق كانوا يعتمدوا حرارة الماء. الكالوري يستخدم في النيوتريشن اللي هو التغذية، معروف. لاحظ انه كل المواد الغذائية في البقالة في مكان مكتوب فيها السعر الحراري الكالوري، مرات يسموها كالوري كده بالرب بحرف كبير او كيلو كالوري، نفس الشيء. والعلاقات بين الوحدات الحرارة كالتالي: 1 كالوري يساوي هذا المقدار في 10^3 بريتش يونت، ويساوي 4.1868 جول. هذه كل وحدات قياس الهيت، كالوري بريتش يونت جول. يعني أنا لاحظ عليه البرتقال هو ملخص هذا السلايد. السلايد اللي بعده، الآن احنا تكلمنا، أنا عندي سيستم وعندي environment اللي هو حوالين السيستم، surrounding the system. طبعا عندي درجة حرارة طبيعي حكون واحدة سميها T للسيستم، وكون عندي أيضا T للenvironment، اختصار أول حرف. طيب أنا بشوف الآن الحرارة هذه هل حتكون هي موجبة ولا سالبة ولا زيرو. الآن راح أشوف الكيو متى تكون موجبة، تكون سالبة، تكون زيرو. إذا كانت درجة حرارة السيستم أكبر من درجة حرارة البيئة، هنا الآن الطاقة تنتقل من السيستم إلى الانفيرومنت، وحتكون الكيو سالبة. يعني إذا كانت تي إس درجة حرارة تبع السيستم أكبر من درجة حرارة تبع الانفيرومنت، هنا الكيو حتكون بالسالب، والهيت تنتقل من وين، والانرجي تنتقل من وين لوين؟ from system to E. هذا رقم 1. رقم 2 مكتوب عندكم، إذا كانت درجة حرارة النظام تساوي درجة حرارة البيئة، فما حيكون في طاقة منتقلة، والكيوين حتكون زيرو، والحرارة وكمية الحرارة إيش لا تمتص ولا إيش ولا تنبعث، يعني لا تمتص ولا تنبعث. إذا كان درجة حرارة السيستم أقل من درجة حرارة النظام، هنا الحرارة تنتقل من الانفايرومنت تمام إلى السيستم، وين الكيو حتكون موجبة. ملخص الكلام هذا هنا لازم إيش تركز عليه. بس هذه هي الثلاث حالات، إما أكبر السيستم أكبر من درجة حرارة السيستم أكبر من الانفايرومنت الكيو سالبة، أو درجة حرارة تبع السيستم أقل من درجة حرارة الانفايرومنت، هنا الكيو تكون إيش موجبة، وإذا كانوا يساووا بعض فالكيو بزيرو. هذا يجيك صح وخطأ، اختيارات ركزوا فيها. أوكي بسيطة بسيطة. اللي بالأحمر هذا ملخص، ها هذا اللي بالأحمر ملخص، يعني تقدر تقول زي كذا. رقم 1، إذا كانت درجة حرارة السيستم أكبر من درجة حرارة الانفيرومنت، هذا يؤدي لأن الكيو بالسالب. 2، إذا كانت درجة حرارة السيستم تساوي درجة حرارة النظام، هنا الكيو بزيرو. رقم 3، إذا كانت درجة حرارة السيستم أقل من درجة حرارة الانفيرومنت، هنا حتكون إيش الكيو موجبة. بس ملخص هذا الكلام، وتقول إنه في حالة كانت الكيو سالبة، الحرارة أو الطاقة تنتقل من السيستم إلى الانفيرومنت، هنا من السيستم إلى الانفيرومنت، هنا ما ينتقل ولا شيء، وهنا من الانفيرومنت إلى السيستم. هذا ملخص الكلام، هنا تقدر تسجلوا عندكم. طيب النقطة اللي بعدها، شيء اسمه عندنا الهيت كاباسيتي والسبيسيفيك هيت. الهيت كاباسيتي والسبيسيفيك هيت برضو علاقات مرتبطة ب الثيرموديناميك. أول شيء الهيت كاباسيتي هي السعة الحرارية باللغة العربية، السعة الحرارية ورمزها سي كابيتال.
حلوين. رمز السعر الحراري هي سي كابيتال، تمام، وهي تعريفة نكتبها هنا كمية الحرارة، بختصر لك الكلام كله اللي هنا، كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة الجسم كله درجة واحدة مئوية. حلوين. وتعطى بالعلاقة التالية، السي كابيتال تساوي كيو، تمام، كيو على الدلتا تي، وحداتها اليونتس، اما اقول لك جول على كلفن او جول برسيليزي، كلاهما نفس الشيء، او جول برسيليزي، هذه وحدات السعة الحرارية، تمام. طيب هنا بس نشوف، بس بربطها بينه بخلاص، هذه هي، او هذا القانون، هذا التعريف، كل حاجة قال لك السعة الحرارية رمز، ومن هذا القانون جيب هذا القانون نفسه. يعني لو تبي تحط السي هنا تقسم الطرفين على ايش، دلتا تي، فيطلع هذا القانون، تمام. تعريف اقول لك ايش، اقول لك اللي هو مدى قابلية الجسم لتخزين طاقة حرارية، باختصار سيء جدا. طيب نجي نستخدم سبيسيفيك هيت، رمزها سي سمول، اللي هي الحرارة النوعية، الحرارة النوعية. النقطة اللي بعدها سجلوا عندكم سي سمول، اللي هي سبيسيفيك هيت، تمام، باللغة العربية اسمها الحرارة النوعية، هي مرتبطة بالكتلة، تقدر تقول هي السعة الحرارية لكل وحدة كتلة. تعطى بالعلاقة التالية، الكيو كمية الحرارة تساوي الكتلة مضروبة في السي سمول، خلينا نحطها كده بحرف صغير، في سي سمول مضروبة في فالتغير في درجة حرارة دلتا تي. هذه السي الحرارة النوعية، هذه سبيسيفيك هيت. فرقوا بين السي كابيتال والسي سمول، السي كابيتال هيت كاباسيتي وهذا قانونها، والسي سمول سبيسيفيك هيت وهذا قانونها. حلوين. طيب السؤال اللي بعده، هل في علاقة تربط، طب ايش وحدة السبيسيفيك هيت، تمام، باختصار شيء جدا، وحداتها جول من هنا، وتيجي تكتب هذا القانون اللي هو كيو، وتيجي تقول السي تساوي من هذا القانون نفسه، تقول السي تساوي كيو كابيتال على ام في الدلتا تي. يلا جيب الوحدات، وحدة البص الكيو جول، المقام عندك الكتلة كيلو جرام في كلفن، أو جول على كيلو جرام في سيليزي، قلنا تمبرشتر سواء كان بالكلفن أو سيليزي يساوي بعض، تمام. طيب هل في علاقة تربط بين الحرارة النوعية والسعة الحرارية؟ نعم، اللي هي كالتالي، السبيسيفيك هيت السي سمول تساوي سي كابيتال على ام، يعني تقدر تقول منها السي سمول ضرب الام يعطيك السي كابيتال، تمام. وقلنا سبيسيفيك هي كمية الطاقة اللازمة التي يجب ان تكتسبها المادة لترتفع درجة حرارة الماء ووحدة الكتل من هذه المادة درجة سيليزية واحدة. يعني تقدر تقول ملخص كده النقطتين هذه، الهيت كاباسيتي، هذا سجلوا عندكم، الهيت كاباسيتي تعتمد على
ايش على الكتلة. حلوين اللي هي السي كابيتال هذه السعة الحرارية. اما السبيسيفيك هيت الحرارة النوعية سبيسيفيك هيت تعتمد على الماتيريال ديبند اون ذا ماتيريال. هذه كلها معلومات تحاولوا تسجلوها عندكم. هذه سي سمول واضح كذا. طيب طيب يعني تقدر تقول انه اديك اياها كمان بنقطة اخرى السبيسيفيك هيت و الهيت كاباسيتي. السبيسيفيك هيت تمام تقدر تقول انه هذا يستخدم من تغير درجة الحرارة مع ثبات شكل ونوع المادة تمام. هنا هذا السبيسيفيك هيت كيضا معلومة اخرى الحرارة النوعية اللي هي سي سمول اللي هي سبيسيفيك هيت يستخدم متى عند تغير درجة الحرارة بمقدار دلتا تي مع ثبات شكل أو نوع المادة. يعني إيش ماني فاهم؟ يعني مثلا أنا عندي مثلا ماء في حالة سائلة وكانت درجة حرارته 20 درجة مئوية وارتفعت درجة حرارة هذه الموية إلى 50 درجة سلزية لكن لا زال إيش الماء السائل فاستخدم إيش السبيسيفيك هيت. مثال آخر مثلا لو أنا عندي ثلج آيس وكان درجة الحرارة سالب 10 سي وكان في حالة صلبة برضو عندي ثلج رفعت درجة حرارته أو قللته سالب 20 سلزي لكن لا زال ثلجه في نفس إيش الحالة صلب. تلاحظ هنا صلب هنا صلب مثلا هنا سائل هنا سائل تمام. فهذا يستخدم السي سمول حرارة النوعية عند تغير درجة حرارة الجسم بمقدار ثابت أو سوري بمقدار مع ثبات شكل ونوع المادة الفيز يعني سائل سائل صلب صلب. واضح كذا إن شاء الله الأمور. طيب هذا كلام كله هنا أنا بس إيش لخصته حرارة نوعية ولك two objects made of the same material إيش على إيش نفس المادة same variable مثل الرخام will have heat capacity proportional to the masses proportional يعني معناتها التناسب طردي. تعريف ال السي اللي هي سي سمول هيت كاباسيتي بير يونت ماس. حلوين يعني تقدر تقول السي سمول تساوي هيت كاباسيتي اللي هي سي كابيتال على ام من التعريف. قال لك ايش هيت كاباسيتي سي كابيتال بير يعني معناتها قسمه على وحده ايش الكتله. حلوين قانون هذا هو القانون الكيو كابيتال يساوي ام في سي في الدلتا تي. تقدر تشيل الام في السي وتقول مكانها تحط ايش سي كابيتال. وحدات سبيسيفيكيت خلاص قلنا او بريتش يونت او 4.1 هذا كمثال للسبيسيفيك هيت تبع الماء يساوي 4.1688 جول على كيلو جرام في كلفن. لاحظ ان في جدول هذا جدول ما يحفظ يعطيك اياه في الاختبار يقول لك مثلا جيب لي الكيو علما بان سبيسيفيك هيت سي سمول ل مثلا النحاس يساوي كذا 386 او مثلا بالنسبه للثلج 2220 او مثلا بالماء 4107 وهكذا. حلوين فيعطيك بعض المواد ويعطيك الجدول لازم تعرف انه هذا العمود تمام او هذا العمود هو للسي سمول الحراره النوعيه. واضح
طيب في حاجة أخرى تسمى الحرارة الكامنة أو heat of transformation، بعض الكتب يسموها heat transformation أو بعض الكتب القديمة تسميها اللي هي الحرارة الكامنة، يسموها latent heat، الحرارة خلاص كاتب أنا فوق، ورمزها يسموها أو ترمز لها بالرمز L. هذه الحرارة الكامنة هي خاصية مميزة للمواد، تمام؟ هذه تستخدم إذا تغيرت حالة المادة، يعني مثلا في القانون السابق ما كنا نستخدم هذا القانون، ما كان إيش حالة المادة غير مسائل لسائل وصلب صلب وما ذلك، لكن الآن عندنا قانون يسمى الحرارة الكامنة، تمام؟ هذه تستخدم إذا تغيرت حالة المادة من صلب إلى سائل، أو مثلا من سائل إلى غاز، والعكس صحيح. إذا أقول لك إذا كانت إنرجي absorbed by heat وكانت solid أو صلب ودرجة حرارة ما تتغير، ممكن إيش تتغير من فاز إلى فاز، يعني تغير من حالة إلى حالة، هنا نقدر نوجد حرارة تسمى latent heat، حرارة كاملة. اللاتينت هذه اللاتينت هيت لها، تمام، لها حالتين ناخذها، في حالة ايش الذوبان، في حالة ايش الفابوريزنج اللي هي الانصهار. حلوين، فخلينا نكتب القانون اول شيء. النقطة اللي بعدها الحرارة الكامنة اللاتينت هيت، اللاتينت هيت رمزها L capital او heat transformation، الحرارة الكامنة هذه تكون إذا تغير عندي حالة المادة من صلب إلى سائل ومن سائل إلى غاز. فنأخذ أول حالة اللي هي تعطى بعلاقة التالية. أول شيء نقول latent الحرارة الكامنة of fusion، هذه إذا كان عندي من solid، تمام، من solid إلى ليكويد، والعكس صحيح. إذن ما هي الحرارة الكامنة؟ الحرارة الكامنة هي كمية حرارة، تمام، تنطلق أو تمتص في حالة تغيرت حالة المادة من حالة أخرى، يعني ما كان من سائل إلى سائل ومن صلب إلى، كان من سائل إلى صلب أو من صلب إلى سائل، من صلب إلى سائل. حنأخذ أول شيء النوع الأول حرارة الفيوزن، هيت أوف فيوزن، تعطى بعلاقة التالية: الكيو يساوي موجب أو سالب الكتلة في ال LF، حيث أن ال LF هي خاصية للمادة، تمام. لاحظوا هنا هذا بشكل عام LM. LF هنا أقول لك أول شيء نتكلم على، خلينا نتكلم على الميلتينج. الميلتينج معناته الذوبان. أقول لك من سوليد إلى صلب، ففي حرارة كاملة تسمى LF. حلوين، إذا تغيرت حالة المادة من سوليد إلى صلب، من صلب إلى سائل، فتوجد حرارة كاملة تسمى latent heat of fusion LF، حرارة الانصهار. fusion معناتها انصهار. طيب يعني القانون هذا حتقول LF الM. طيب بالنسبة لحرارة التبخر، حلوين، يقول لك من سائل إلى غاز، والعكس صحيح. هنا اثنين LV vaporization latent heat، حرارة الكامنة latent heat لإيش of vaporization، اللي هو يكون عندي من سائل إلى غاز، والعكس صحيح. يعطى بعلاقة التالية: الكيو يساوي موجب أو سالب M
في ال vibration اللي حركة اللي انصهار جاء من كلمة vibration. طيب هنا الموجب السالب متى حيكون؟ الموجب إذا كان في تسخين، يعني بتحول من صلب إلى سائل، تحط إشارة موجبة. طيب متى تحط إشارة سالبة؟ هذه ملاحظات. إذا كان في تبريد من سائل إلى صلب، نتكلم على هذه الموجب والسالب، هنا تبريد. واضح الملاحظات؟ أول أعيدها، الحركة رمزة L في نوعين لها، LF و LM أو LV. LF هذه إذا كان عندي انتقال الفيز من سوليد إلى صلب، أو من سوليد إلى ليكويد، أو من ليكويد إلى سوليد. قانون يعطى Q يساوي موجب أو سالب M في LF، حيث أن M هي الكتلة، LF هي الحرارة الكامنة للانصهار. تمام؟ أحط موجب إذا كانت تحولت المادة من صلب إلى سائل، حط سالب تتحولت المادة من سائل إلى صلب. تمام؟ أيضا عندنا حرارة أخرى اللي هي الفايبرايزيشن، إذا كان عندي تغير في المادة من سائل إلى غاز ومن غاز إلى سائل، يعطى بعلاقة هذه الكيو يساوي موجب وسالب M في ال V. ال V اللي هي زي ما قلنا حارة كاملة للانصهار. واضح كذا؟ هذا الكلام هنا ملخص، انا بس كتبت لكم اياه هنا، كنت سجلوه عندكم بوقف الفيديو. طيب خلاص تفابرايز، خلاص الاولى تكلمنا عليها، ميلت معناتها التذويب، الميلتنج ذوبان، وعندنا حاره كامله لها تسمى ال اف، حراره الانصهار. طيب الفابرايزنج اللي هي سوري هناك ذوبان، تمام في الأولى، أما في الثانية اللي هي حارة التبخير. ال LF ركزوا معي، LF لاتين فيوجن حارة الانصهار، أما ال LV حارة التبخير، من سائل إلى غاز ومن غاز إلى سائل. فهنا بيقول لك إذا حولت المادة من سائل إلى غاز أنا عملتها فايبرايزيشن تبخير. تمام، هذه برضو زي الذوبان تحتاج للانرجي، لانه ايش الجزيئات ايش اذا بس تكون حره، كلام كثير مهم. حاره الكامله لها تسمى ايش ال في، ال اف حاله انصهار، ال في حاله تبخير. اكتبها هنا ال اف انصهار. تمام، ال في تبخير، حرارة كاملة للتبخير، هذه حرارة كاملة للانصهار. حلوين، تلقوها في الجدول الجاهز، يعني ما حيعقدك، ما تحفظوا لأي حاجة. واضح ملخص الصفحة هذه، أنا عندي حرارة كاملة رمزها L يعطى بعلاقة هذه، وعندنا نوعين، إما يكون عندي LF أو LV. ال LF اللي هي حرارة الانصهار، هي من عندي من صلب إلى سائل ومن سائل إلى صلب، وال LV حالة التبخير يكون عندي من سائل إلى غاز ومن غاز إلى سائل. هذا ملخص الكلام ده. هنا بعض إيش حالة الكاملة اللي هي الانصهار والتبخر، لاحظوا مثلا عندك هنا الماء لو حالة كاملة للانصهار تساوي 333، وعندك مثلا هذه درجات الذوبان وهذه الغليان. مثلا تلاحظ ان الماء مثلا عندك يغلي عند درجة حرارة عند حرارة كاملة تساوي 2256 ال في اللي هي حرارة التبخر. حلوين، تعال ناخذ ده المثال. المثال هذا يقول لك، هذا ما هو صعب، مثال من الأمثلة الحلوة والجميلة. يقول لك نقرأ السؤال مترجم هنا عشان بس توضح لكم الفكرة. يقول لك الكبر سلق، يقول لك يتم تسخين كبر سلق هوز ماس، تمام، هوز ماس
M كبر equal 75 جرام is heated in a laboratory oven at temperature T equal 312 Celsius. يقول لك يتم تسخين سبيكة سلق سبيكة اللي هي النحاس سبيكة نحاسية كبر نحاس كتلة السبيكة هذه 75 جرام سخنت في معمل بدرجة حرارة تساوي 312 درجة سيلزية. طيب the slug is then dropped. يقول لك بعدين أخذنا السبيكة هذه وحطيناها في وعاء زجاجي يحتوي أو دورق زجاجي يحتوي على ماء كتلة الماء هذه 220 جرام. وأيضا قال لك الهيت كاباسيتي السعة الحرارية لهذا الدورق تساوي 45 كالوري بركلفن أو 190 جول بيل بركلفن. بعدين قال لك دينيشال تمبرس درس حرارة الابتدائية للماء والدورق يساوي 12 درجة سيلزية. assuming the slug أفرض أن السلق هذا السبيكة والدورق والماء في نظام معزول. نظام معزول يعني ما في إيش طاقة تخرج أو تدخل وكتلة تدخل أو تخرج لا يوجد أي حاجة معزول. and the water doesn't vaporize والماء ما تبخر. find the temperature T final of the system at thermal equilibrium. thermal equilibrium معناتها أن كمية الحرارة مجموعها يساوي صفر. حلوين؟ طيب خلينا نحلها هنا محل بس أنا بحل لكم هنا أذكركم بها من أسئلة الأسئلة بس ركزوا معايا. نطلع المعطيات أول شيء. هو قال لك كتلة نحاس النحاس سي المزمله كبر هو كبر صح المزمله بالرمز سي اختصارا. قال لك كتلة النحاس ام كبر يساوي 75 جرام. 75 جرام هذه اقسمها على 1000 يطلع عندي 0.057 كيلو جرام. هذا المعطى الاول. وهذه عند درجة حرارة T تساوي تمام 312 درجة سيلزية لما سخن. أيضا أعطاك كتلة الماء المعطى الثاني الـ M water يساوي 220 جرام. لما تقسم هذا على 1000 حيطلع عندك 0.220 كيلو جرام. وأعطاك الحرارة أو السعة الحرارية للبيكر يساوي 45 كالوري بير كلفن أو تساوي ناخذها بالجول اللي هي معطى لك 190 جول بير كلفن. وأعطاك أيضا قال لك درجة الحرارة الابتدائية تي إنيشيال لإيش لي فور لإيش للماء و البيكر يساوي 12 درجة سيلزي. ونظام معزول وتمام. إذن يبغى المطلوب في النهاية يبغى تي فاينل. هذا المطلوب عند الاتزان الحراري عند الاتزان الحراري ثيرمال إكويليبريوم. ثيرمال إكويليبريوم معناتها مجموع الحرارة الكيو بصفر. فتقول سميشن للكيو يساوي صفر. كم 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 حاجة عندي؟ عندي نحاس وعندي ماء وعندي بيكر. فأقدر أجي أقول لك إنه القانون هذا عبارة عن إيش؟ كيو للووتر كمية الحرارة للماء زايدا كيو للبيكر للدورق زايدا كيو للنحاس يساوي صفر. باقي أجيب العلاقات وانتهى الحل خلاص. طيب أنا أعرف إنه الكيو بشكل عام يساوي M في C small في الدلتا T صح. طيب عندي كل المعطيات ناخذها واحدة واحدة. خلينا ناخذ إيش الكمية الحارة إيش المتدفقة الماء. فنجيب الكيو ووتر كيو ووتر يساوي M للووتر في الspecific heat للووتر في الدلتا تي اللي هي T final ناقصا T initial. أيضا حنكتب القانون الثاني للبيكر يساوي بنفس الطريقة M كتلة
البيكر في السي بيكر في الدلتا تي. تلاحظ ان انا ما اعطاني كتله للنحاس وكتله للماء، لكن ما اعطاني كتله للبيكر، لكن اعطاني ايش، اعطاني السعه الحراريه. وانا قلت اساسا عندي قانون يربط لي بين السعه الحراريه وايش الحار، اللي هي سي سمول تساوي ام كابيتال على سي، او سوري سي كابيتال على ام، ومنها الام سمول في سي سمول يساوي في سي كابيتال، صحيح؟ فانا اجي اقدر استبدل هذا اللي هنا دحين عندي هنا، لاحظوا هذول الاثنين بهذا الشيء بالسي كابيتال في ايش، بالسعه الحراريه. فاجي اقول هذا يساوي سي كابيتال بيكر في التي فاينل ناقصا تي انيشال. واضح كيف جبناها في الكيو ووتر والكيو كبر؟ اعطاني الكتله واعطاني سبيسيفيك هيت او سبيسيفيك تجربه من الجدول، لكن في البيكر ما اعطاني كتله، اعطاني الحراره او اعطاني السعه الحراريه، ونعرف ان السعه الحراريه تربط لي بين العلاقه هذه. فاقدر اقول ام في سي يعطيني سي كابيتال، اهو استبدلت الام في سي بالسي كابيتال في تي فاينل ناقص تي انيشال. حلوين. اجي اكتب ايضا كمية الحرارة للنحاس يساوي MC كتلة النحاس في الحرارة النوعية للنحاس في التي فاينل ناقصا تي انيشال. اتوقع كل شيء عندنا خلاص. تعال عوض دايركت وامورك تمام. يلا تعوض في قانون، في هذا القانون Q water M water في C water M water 0.057. خلاص توقع واضح، ما يحتاج نكتبها يعني، واضح إن شاء الله كله موجود. تعوض في هذا القانون هنا Q water، حتجي تقول هنا تأخذ ذا، بعدين من فين حتجيب السؤال، من فين أجيب ال specificity of water من الجدول، من الجدول. ترجع الجدول هنا، يعطيك اياه معضلك في الاختبار، جدول الحرارة النوعية هذا الووتر، الووتر 4187 تقريبا، خلوها 4190. حلوين. وبعدين عندك التي انيشيال، التي فايل مجهول هنا، التينش عندك 12 من السؤال، خلينا نكتبها وخلاص، خلينا نعوض دايركت نكتب ايش المعطيات كاملة خلاص من هذا القانون هذا اللي بالاحمر. يلا الام تبع ايش الووتر اللي هو كم 0.057 في السبيسيفيكيتي اوف ووتر من الجدول الدوري، من الجدول مو من الجدول الدوري، من الجدول يساوي تقريبا 4190. في التي فاينل مجهولة ناقصا التي انيشال، قال لك درجة حارة الابتدائية للووتر والبيكر 12، جبت عوضت بهذا. الآن أجي في الثاني زائد الكيو بي، زائدا الكيو بي هذا قانونه، السي بي في التي فاينل ناقص التي انيشال، السي بي عندي كم؟ 190 جول بير كلفن، فحتقول 190 في تي فاينل تمام ناقص 12، لانه اقول حق البيكر هذا نفسه. بعدين نجي نكتب قانون الكيو سي زائدا كتلة النحاس اللي هي كم؟ لا هنا كان فوق، مش ال هنا 22 لانه كان ما سوري هي تعود مباشرة يعني ما في حاجة، أنا فصل بس غلط فيها. هنا 0.075 في اللي هو حار نوعية النحاس، وترجع في الجدول حيطلع تقريبا يساوي، شوف ارجع هنا وينها specific heat of cover
386 شايفينها؟ ليش ما أخذ ذي؟ لأنه بيتعامل مع ليش الكلفين بالجول، يعني جوله على كيلو جرام في كلفين، فأخذ هذه 386. ترجع هنا تقول زائدا هنا في 386 في تي فاينل ناقص التي. لاحظ هنا في بداية السؤال لما قال لك النحاس ذكر درس حارة، صحيح درس حارة هذه هي في 312، فتجي تعود دايركت هنا في 312 ناقص 312 هذا كلام يساوي صفر. لما تجي تحط في الآلة تعوض عن كل تي هنا حط اكس اكس اكس، بعدين شيفت سولف حيطلع معاك تمام درجة الحرارة النهائية تي فاينل يساوي 19.6 سيلزي، انتهى الحل. تبي تأكد من حلك عوض عن درجة الحرارة هذه هنا هنا، وعوض درجة الحرارة هنا، عوض درجة الحرارة هنا النهائية، حيطلع معاك الكيو بي والكيو ام والكيو سي. واضح؟ المسألة ما هي طويلة ما هي صعبة، لكن بس يبقى لها ايش تركيز. شوف خطوات الحل بالضبط، كتب القوانين هو لاحظوا 1 2 3، بعدين جاء عوض دايركت ويبغى تي فاينل بالآلة أو بالتبسيط حطلع معاك 3.6. آخر شيء عشان تأكد خذ هذه التي فاينل عوض بها في هذا القانون، عوض بها في هذا القانون، عوض بها في هذا القانون، حيطلع معاك هذه القيم لو تبي تتأكد. يعني من فين اجيب السي السي سمول هذه وهذه؟ هذه من الجدول اللي فوق اللي هنا، انا مؤشر عليه اشوف هو حق النحاس حق ايش الووتر. واضح؟ طيب تعال ناخذ هذا المثال الثاني. المثال الثاني يقول لك هاو ماتش هيت ماست، ما مقدار الحرارة اللازمة عشان نقدر ايش الجليد هذا يعني يمتص ابزورب وكتلته 720 جرام، ما مقدار الحرارة التي يجب ان تمتص بواسطة جليد كتلته 720 جرام عند درجة حرارة سالب 10 سيلزية عشان ايش يتحول الى سائل؟ ها من صلب الى سائل، هنا حيدخل عندنا اللاتينت اللي هي ال كابيتال، ما حنستخدم القوانين العادية. عند اقول لك يتحول عند درجة حرارة 15 درجة سيلزية، طيب ايش معناتها؟ تحول من فين لفين؟ من جليد من صلب الى سائل. ارجع للكلام اللي انا كتبته هنا، من صلب الى سائل راح استخدم ايش؟ ال اف، هذا القانون. من صلب الى سائل يعني راح يكون عندي الكيو بالموجب موجب ام في ال اف. طيب من فين اجيب ال اف هذه؟ من جدول الحرارة الكامنة في الصفحة اللي قبلها. واضح؟ طيب تعال كده نشوف هذه الفقرة. فقرة بيقول لك إذا إحنا زودنا الجليد بطاقة مقدارها 210 كيلو جول مع كحرارة، ما هي الحالة النهائية ودرجة الحرارة للماء؟ طيب فقرة إيه يقول لك في هذه الحالة التلج من سالب 10 إلى صفر، بعدين من صفر إلى 15، يعني عندك تو فيز صح؟ من جليد حيمر إلى درجة حرارة صفر، بعدين من صفر إلى 15. طيب راح انا عندي على الكيو حيكون عندي كيو 1 زائد كيو 2 زائد كيو 3. حلوين؟ طيب حنجي نعوض قانون الكيو، حنقول ام في الحرارة النوعية للجليد في الدلتا تي. هذا أول حالة، هذا الكيو الأولى. لسه الآن هنا ما تغير شيء، اوكي. وتلاحظ عندك هنا عندك درجة حرارة تمام سالب 10، من سالب 10 الى الصفر. حلوين؟ هذه حيكون انيشيال او سوري، نعم من انيشيال الى فاينل.
حلوين، هنا ما صار شيء لسه، الجليد لا زال جليد. فهنا حيكون عندك ام في السي في الدلتا تي العادية. أوضح لك الفكرة الآن. هنا الآن إيش الفكرة؟ أنا عندي جليد آيس، حلوين، إلى درجة الحرارة صفر لا زال آيس. هنا من سالب 10 سيليزي إلى صفر سيليزي لا زال جليد، لأنه درجة تجمد صفر بدرجة سيليزية. فهنا دام الحالة نفسها صلب، هنا صلب، هنا راح استخدم القانون العادي حق السبيسيفيكيت، الكيو يساوي ام في السي في الدلتا تي. يعني هذه اعتبرها فيز الأول كيو واحد. الكيو 2 الآن هنا اللي اختلف، لاحظ معايا الكيو 2 اللي اختلف، تمام، اللي هو حيكون حرارة كامنة. ليش؟ لأنه تغير عندي، تمام، الآن هنا في 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 الثاني حيكون عندك حرارة اللي هو انصهار التلج. ففي الجزئية الثانية هنا حيكون عندك زايدا، لاحظوا معايا، حيكون عندك هنا كيو يساوي موجب ال او موجب ام في ال اف. ليش؟ لانه متغير من صلب الى سائل، بداية التغير يكون موجب، قلنا موجب لانه ايش بيتغير من صلب الى سائل، يكون موجب ام في ال اف. طب هل في كمان غيرها؟ نعم، الان صار عندك هنا من الـ من الـ من الـ من السائل الى ايش، لاحظوا معايا هنا الجزء الاخير هنا برضو ما تغير، خلاص حيكون كتله في السي ووتر في الدلتا تي، الكتله في الحراره النوعيه للماء، صار خلاص صار ماء في الدلتا تي. الدلتا عندك قلق من 15، من 0 ل 15، من 0 الى 15 هذه انيشال، هذه فاينل. الدلتا تي 15 ناقص 0. وضحت؟ اعيد الفكرة، السؤال فكرة السؤال كالتالي. الان انا عندي، رحنا الان عندي انا ثلج بحول الى ايش؟ موية. فراح يمر بثري فيز او تو فيز. الفيز الاول ما حتغير فيه شيء، هو من السالب 10 لصفر، هذا ايش؟ فاستخدم هذا القانون. اللي حيتغير عندك هنا الحرارة الكامنة، تمام، بعدها في البداية حتستخدم قانون الحرارة الكامنة ام في ال اف، لانه من صلب الى سائل، بما انه درجة الحرارة او بتحول من صلب الى سائل فيكون موجب. بعدين ترجع حتقول زايد لما يصير ووتر، حيكون عندك كيو عادية، حيكون عندك ام في السي ووتر في الدلتا تي. بس اجمع هذه زايد هذه زايد، من فين تجيب ال تمام السي هنا حق الايس، وتجيب السي حق الووتر والالف كلها من الجداول، واضح؟ وعندك درجة الحرارة هنا من 0 ل 15 من سالب 10 ل 0، حلوين. فشوفوا هنا الدايركت عوض، اهو ام الكتلة اللي هي 0.720 حوالي كيلو جرام، في السي ايس السبيسيفيك كيس اوف ايس ترجع هنا كم يساوي، لاحظوا ايس 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 هنا ان سالب 10 يساوي 2220 جول على كيلو جرام في كلفين. فجاء عوض دايركت هنا، لاحظوا. بعدين في الدلتا تي درجة الحرارة النهائية ناقص ابتدائية، الابتدائي سالب 10 والنهاية صفر، فيكون صفر ناقص القانون ناقص 10 زائدا. ليش موجب هنا؟ لأنه بيتحول من صلب لسائل، من صلب لسائل حيكون موجب ال ال اف في الام، الام نفس الكتلة، ال اف من فين نجيبها؟ من هنا، من هذا الجدول، الحرارة الكامنة للانصهار للووتر، لأنه خلاص بيتحول من صلب لسائل، يكون 333، واضح؟ بعدين زائدا الكتلة في specificity of water، حيكون عندك
في الدلتا تي specificity of water حيكون 4186 زي ما قلنا في الجدول هنا، لاحظوا تقريبا هذا هو. بعدين في الدرجة الحرارة اللي هي يصير ال 15 اللي هي 15 ناقص ايش؟ صفر، انه final initial، حطلع هذا الجواب. فقرة بي يقول لك اذا احنا زودنا الثلج هذا بكمية طاقة تساوي 2210 كيلو جول، فايش الحالة النهائية ودرجة الحرارة؟ هنا حيكون يعني كانه ابغى اول شيء لازم احسب الكيو الباقية، كمية الحرارة الباقية بكل بساطة تيجي تطرح 210 تمام ناقص 15. هنا بيقول لك نعرف انه 15.8 كيلو جول نحتاج لرفع درجة حرارة الثلج الى درجة الذوبان. حلوين، فتيجي عندك هنا يعني باختصار سيجد نقول لك باختصار اول شيء هنا تعرف انه من خطوة واحد نعرف انه الدرجة 15.78 حلوين كيلو جول رباط 104 سوري، لما تيجي تطرح 210 هنا يقول لك من السب واحد حق الثلج، هو صح يبغى الثلج، لاحظ هنا هذا الكيو تبعها من الخطوه اللي قبلها، هذا الكيو تبع هذا اللي احتجناها عشان نرفع درجه حراره الثلج ونحوله الى درجه ايش، الى نقطه ايش، درجه ايش الذوبان. فلازم نحسب الكيو الباقي، الكيو الباقي بكل اختصار هو اعطاك 210 في الفقرة بي، اطرح 210 اللي اعطاك اياه معطى ناقص الكيو تبع الجليد اللي اخذناها في الفقرة الأولى تمام، حيطلع معاك 194 كيلو جول، هذه الحرارة اللازمة اللي نحتاجها ايش؟ لايش؟ تمام؟ لرفع ايش؟ او سوري هذا كمية الحرارة المتبقية بعد ايش؟ رفع درجة الحرارة تبع الجليد. طيب يعني الخطوة الأولى اخذ الكيو، اقدر اقول هنا كيو ايس ناقص الكيو المعطى في السؤال كيو جيفن، اجيب هذا الكيو ريمايندر الكيو الباقية. بعدين الخطوة اللي بعدها عشان اجيب الكتلة اقسم الكيو ريمايندر على ال LF. ليش LF؟ لأنه في حالة الجليد فيكون عندي fiberization، هذه من الجدول، هذه إيش من اللي هو الكيو ريمايندر، هنا الكيو ريمايندر. طيب آخر شيء يبغى إيش الكتلة؟ الكتلة حاجة أقول لك 720 اللي هي الأساس تبع الجليد، أطرح منها 507 583 تبع إيش؟ الكتلة الباقية عن طريق قسمة الكيو الريمايندر على ال LF حيطلع هذا المقدار، بعدين اطرحه من بطن جوي 137 جرام، واضح؟ من خطوات حلي اجيب الكيو واحد الكيو الكيو ثلاثة، الكيو واحد ما تغير الكيو المشي اللي تغير عندي اللي هو كيو 2 يصير لي الحارة كاملة ما تغير تمام وتغير حالته من صلب إلى سائل، وبعدين اقسم اطرح ال الكيو تبع الايس ناقص الكيو المعطى، اجيب الكيو ريمايندر اقسم الكيو ريمايندر على ال LF كذا اجيب ايش كتلة تبع المتبقي، بعدين اطرح الكتلة الاساسية ناقص الكتلة المتبقية يطلع معايا الجواب النهائي، واضح؟ تركيز بس تركيز تركيز في حلك المسائل ما حتضيع ان شاء الله، قسم الحل عندك لهذه الاشياء، انتبه هنا موجب لانه عندك ايش انتقال من صلب الى سائل، لو كان من سائل الى صلب حيكون ايش؟ نيجاتيف، واضح؟ حوقف هنا عشان ما اطول الفيديو اكثر من كذا، ان شاء الله اكمل الباقي في الفيديو.